فيكتور فالديس في محاولتين كل واحدة أخطر من الأخرى. الفريق الكتالوني تلقى ضربة موجعة بتعرض أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي لإصابة لم يستطع الأرجنتيني إكمال المباراة بسببها. أداء البرشا لم يتأثر كثيرا وحمل نيمار على عاتقه أن يتولى المسؤولية بتدوينه الهدف الأول عند الدقيقة 36، وبعد دقيقة واحدة سجل بيدرو رودريغيز هدفا يدرس حين انطلق من منتصف الملعب مسجلا هدفه 6 في الدوري. في الثاني أعاد برشلونة بعضا من أسلوبه المتميز حين أنهى فابريغاز هذه الهجمة المنسقة بهدف ثالث. وعند الدقيقة 79 عاد سيسك ليوقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه قبل أن يترك مكانه للصاعد سيرجيو روبرتو. أما هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الضيافة فجاء من علامة الجزاء من مولينا باللحظات الأخيرة ليوسع البلوغرانا الفارق في الصدارة.